السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده معانا حلقه مهمه جدا بنتكلم فيها على الداتا وير هاوس اركتكشر. في الداتا وير هاوس اركتكشر دايما بيبقى عندنا حاجتين مهمين جدا. الحاجه الاولى هي ازاي هقدر اني ابني الاركتكشر بتاعي، هبني ازاي، ايه الاليه اللي ابني بيها الداتا مارس والداتا والانتربرايز لير بتاعتي والريبورتنج لير بتاعتي. طيب هتقولي طب ايه الفرق ده عن الحلقات اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده؟ طيب الفكره ما بين ده واللي اتكلمنا فيه قبل كده هو حاجه واحده بس، الا وهي ان انت عرفت دلوقتي الفاكتس وعرفت الدايمنشنز وعرفت الريبورتنج، ازاي بقى تكونهم مع بعض عشان تبني اللير دي. فهمتني؟ هو ده اللي احنا عايزين نتكلم عليه النهارده. طيب في الكلام ده هو لما نيجي نتكلم على اركتكشر في اتنين من اهم الناس اللي احنا المفروض يعني الناس بترجع لهم لما يجي يبنوا الاركتكشر. الناس دي زي مين؟ هما الجزء الاول هو واحد اسمه كيمبل، واحد اسمه انمون. كيمبل وانمون دول هو اسماء اشخاص حطوا قواعد، القواعد دي الناس ماشيه عليها، يعني هما في حد ذاتهم مش يعني دول اسماء ناس وهم عملوا اركتكشر واحنا هنشرحهم مع بعض. قبل ما نخش تاني في التفاصيل بتاع الحلقه دي مش حاجه انا ستاندرد قوي، بس احنا بنحط انا جمعنا الناس بتقول ايه على كيمبل والناس بتقول ايه على انمون وحطيناهم وحطينا الريفرنس بتاعتهم، وهنقول في النص احنا شايفين ايه، يعني وجهه نظرنا ايه في الموضوع ده هو. طيب نبدا باول حاجه. احنا لما بنيجي نعمل اركتكشر عندنا اركتكشر عندنا قلنا حاجتين او نوعين، اما الكيمبل بارادايم اللي هو بيسموه دايمنشنال موديلنج او الامون بارادايم اللي هو الانتربرايز وير هاوس. اوكي نشرح ليه كل واحد مسمى بالكلام ده بعدين. طيب لما نيجي نعمل اركتكشر بنفوكس على ايه؟ اول حاجه بنفوكس دي هنكونستراكت داتا موديل بتاعنا، كده هيكون عندنا داتا موديل، بس ازاي هنكونستراكت داتا موديل ده؟ ده اول سؤال. السؤال الثاني هو الاركتكشر ده انا ببني اليوز كيس شكلها عامل ازاي؟ الشركه اللي ببني لها دي ستارت اب، ميد ليفل، لا انتربرايز، طب شكل الداتا فيها عامل ازاي؟ الماتيوريتي بتاعت البيزنس دي عامله ازاي؟ ده الجزء الثاني. طيب الجزء الثالث هو ايه؟ التايب بتاع البيزنس والبروجكت فريم بتاعه ايه هو؟ يعني انا دلوقتي عندي هل البروجكت ده مستعجل؟ لا مش مستعجل. طب البيزنس شكله عامل ازاي؟ الفريم بتاع البروجكت ده عامل ازاي؟ الكوست، كل دي حاجات بنفكر فيها جامعه اركتكشر. طيب قبل ما نخش على الفروقات بتاعتهم تعال نشرح ايه الاثنين مشتركين في ايه. طيب اول حاجه الاثنين بيعتبروا ان الداتا وير هاوس هي سنتر ريبوزيتوري للكمباني، يعني ما ينفعش يكون عندي اكتر من داتا وير هاوس للشركه الواحده، لازم عندي 1 داتا وير هاوس لكل الشركه بتاعتي. طب الحاجه الثانيه الاثنين بيستخدموا اي تي ال عشان الداتا. طيب الحاجه الثالثه ان الاثنين بيسيرفوا الانتربرايز لير، فبالتالي ما فيش اي خلاف على النقط دي. طيب ايه تاني؟ الاثنين برضو بيكومباينوا الداتا هاوس اليمنت زي الفاكس والدايمنشن يبنوا الموديل بتاعهم. يعني ما تجيش تقول لي هل مثلا كيمبل بيستخدم حاجه غير فاكس دايمنشن؟ لا هو مش صح، هو بيكومباين الكلام ده مع بعض بشكل ما عشان يطلع الموديل. طب ايه الاختلاف؟ ما هو هما الاثنين بيستخدموا دايمنشنز بيسموه فاكس، ما هو الاثنين المفروض يبقوا زي بعض، ايه الاختلاف؟ هناخد مع بعض. طيب اول واحد هو كيمبل. كيمبل ده قبل ابدا اشرحه هقول معلومه، انا كمفروض لما حد بيشرح حاجتين مع بعض هو المفروض بيكون فير في الكومبارزون. انا بشكل ما بايس توورد كيمبل عن انمو، فلم يعني لو حسيت ان مثلا كلامي بيمجد في واحد على حساب واحد فده انا نسبيا بأميل لكيمبل، فدي حاجه انا بقولها عشان اكون صريح يعني معاك يعني، بس انا هقول وجهه نظري ايه وانت برضه تقرا عن تسمع من وجهه نظر ثانيه عشان تكون وجهه نظرك يعني، بس هما الاثنين بيستخدموا وانا اشتغلت مع الاثنين وهقول ايه وجهه نظر كل واحد فيهم. طيب كيمبل هو الناس دايما بيجي تتعرفه بتقول ان هو بيفوكس على البيزنس، هو راجل بيفوكس على البيزنس، بيزنس عايز ايه؟ يبدا يفكر من البيزنس. فهو الناس دايما بتقول لك ان الراجل ده بيبقى اقرب للشركات دايما اللي عندها عايزه تجيب دليفري بسرعه وعايزه تسير في حاجه للبيزنس بسرعه، كيمبل بيقرب واحد ليهم. طيب ايه تاني؟ ان كيمبل بيبقى في بيبقى سيوتابل للانتربرايز للانتربرايز او الاورجنايزيشن اللي هي عندها تشينجز كتير واللي هي بتبقى عايزه تجرو فاست،
فغالبا بيقول ان هو بيست تشويس للستارت ابس والميد اورجانيزيشنز. طيب برضه بيقول ان هو بيبقى يعني بيشتغل كويس جدا مع الناس اللي عايز يشتغل مع الاجايل او كويك ديليفري. يعني ايه كيمبل لما يجي يشرح بعد كده بيشتغل ازاي، هو بيفوكس على البيزنس، بياخد الايديا بيبدا امبلمنتها بسرعه، مش محتاج انك تبني ذا هول انفراستراكشر عشان تجيت فاليو لليوزر، فهو بيبقى كويس جدا في الكيس دي. برضه كيمبل بيركز ان يجيت اليوزر ياكسس داتا بسرعه سيمبل، مش محتاج يبني كومبليكيتد موديل او كومبليكيتد لاير او في اي عشان يجيت اليوزر ياكسس داتا. طيب تعالوا نشرح الفكره هنا. طيب الفكره هنا ايه؟ ببساطه انك انت لما تلاقي الاركتكشر هتلاقي ان السورسز كلها ثابته والاثنين عندهم ستيجنج والاثنين عندهم اي تي ال، الاختلاف فين؟ هنا هو. طيب كيمبل بيقول لك ايه؟ كيمبل بيقول لك انا لو عندي بزنس، انا عايز ابني البيزنس ده هروح ابني له داتا مارت يسيرف البيزنس ده، فلو عندي سيلز عندي ماركتنج عندي ايا كان شكله عامل ازاي هبني له داتا مارت خاصه بيه تبني له تجيب له الحاجات دي. فانا لو جالي واحد من البيزنس عايز يبني داتا مارت هروح واخد السورس سيستم بتاعي واروح دايركت ابني له داتا مارت سيرف البيزنس ده. حلو. طيب جالي بوكر ماركتنج نفس الكلام. طيب ايه لما ده حاجه حلوه جدا، انا كده بسيرف البيزنس بشكل سريع. طيب ايه مشكله الحته دي؟ المشكله هي ان ممكن تلاقي ان مثلا انت بتبني حاجه للسيلز تيم والماركتنج تيم عايز الحاجه دي، وتلاقي واحد تاني شغال في داتا مارت هنا، ممكن يحصل دوبليكيت للحاجه دي، ان انت في الاخر انت بتبني حاجه الداتا مارت دي تبقى يعني ملي للبيزنس ده. ده احيانا بيولد ان ممكن يبقى في دوبليكيت في الحته دي. طيب قبل ما نخش على العيوب احنا كده عن مميزات لسه، فانا دلوقتي عشان البيزنس بتاع السيلز ده يقدر يبني الريبورت بتاعه مش محتاج وقت طويل، هجيب اي واحد اقول له ابني له ريبورت، شوف الريبورت شكله عامل ازاي، شوف السورسز، سيرف البيزنس ده. فدايما كيمبل اقرب للحته دي وللفاست ديليفري في الحته دي. تمام. طيب ماشي. فكيمبل بعدين هنا بيقول لك ايه، ان انا هيبقى عندي الداتا مارس بتاعتي هما بيديزاين او هو بيقول ان الداتا وير هاوس هي عباره عن سيت اوف داتا مارفز بتسيرف البيزنس. تمام. اوكي. طيب الحاجه الثانيه هنا بيقول لك ايه، بيقول ان هو غالبا بيستخدم الدايمنشن موديل ستار او سنوفليك عشان يبني الموديل. دي حاجه منطقيه برضه. الداتا وير هاوس هنا مش شرط هنا ان انا يبقى عندي يعني داتا وير هاوس هي كومباين اوف كل الداتا موديل دي، هي ممكن تكون موجوده وممكن تكونش موجوده. ماشي. طيب الكود دي انا خدتها من ريفرنس وهي جميله جدا. بتقول ايه بقى؟ بتتكلم عن ايه؟ بتقول لك ان هو كيمبل شايف الداتا هاوس ازاي. بيقول لك هي ذا داتا هاوس از ناثينج مور ذان يونيون اوف اول داتا ماركس. خلينا نركز في دي عشان هنشوف انمون رد عليه قال ايه. يعني انمون عنده وجهه نظر مختلفه. فهو فعلا هو شايف ان انا عندي شويه داتا ماركس بتسيرف البيزنس، وانا الداتا هاوس هي اليونيون او السيت اوف دي اوف الداتا ماركس دي. تمام. اوكي. قبل ما نسيب الحته دي، هل انا ممكن اعمل يعني ممكن انا عندي انذر لاير اللاير دي تبقى فيها كل الداتا مارس دي؟ بس هي مش شرط. يعني انا بسيرف البيزنس دايركت من غير يبقى عندي كل من غير يبقى عندي ستارايز دي، ممكن اسيرف دايركت ريبورتنج من هنا. اوكي. طيب تعالوا نكمل. طيب اوكي. طب الدايمنشن موديل ابروتش بتاع اركتكشر بتاع كيمبل بيبدا البروسيس ازاي؟ اول حاجه بيقول لك انت بتايدنتيفاي بزنس بروسيس او ماتريكس. حلو. تبدا تشوف البزنس بروسيس دي ايه هي والماتريكس بتاعك دي ايه هي، كتبدا تقول انا هديزاين داتا مارك وسيرف البزنس ده، مش بقعد افكر على هول اورجانيزيشن، لا انا بفكر على البزنس ده تحديدا. تمام. طيب الحاجه الثانيه بايدنتيفاي الفاكتس والدايمنشنز اللي انا عايز اتشيفها. طيب انا دلوقتي عندي شويه عندي فاكت او ميجرز او ماتريكس، انا عايز الماتريكس دي عايز اتشيفها، بحدد ادي الماتريكس بتاعتي ادي الفاكتس بتاعتي وادي الدايمنشن ستوري. تمام. طيب الحاجه الثالثه هو ما عندوش مشكله في دوبليكيت، انا مش هقعد يعني عادي جدا الموديل يبقى فيه دوبليكيتس ما بين الديزاين، انا بقى ممكن عندي فاكتس بيعمل حاجه ممكن بارت من الفاكتس دي تكون دوبليكيتد في حته ثانيه، دي مش من ضمن الاولويات اللي محتاج افوكس فيها. وعادي جدا ان هو مش بيفوكس قوي على النورماليزيشن، عادي جدا ده كنت دي نورماليز، المهم اسيرف البيزنس وخلاص. تمام. طيب مش بنقول عيوب بس بنقول كونسيدريشن، يعني هي ديس ادفانتج يعني عيوب، بس انا كنت المفروض اكتبها كونسيدريشنز تاخد بالك منها وانت بتبني الديزاين. اول واحد بنتكلم عليه ان هو المش اول مشكله ان انت عشان انت بتفوكس على البيزنس
فده بيؤدي شويه حاجات. ايه بقى اول حاجه؟ انت بتلوز شويه الايديا بتاعت السنجل سورس اوف تروث، لانك انت الداتا وير هاوس مش كلها انتجريتد. انت كل بيزنس ليه السورس بتاعه والداتا مارت بتاعته، فانت ما بقاش عندك سنجل سورس اوف تروث للداتا بتاعتك. حاجه ثانيه، انت عندك ريدندنت داتا ادد. هتقول لي بس دي يعني في انتربرايز مش فارقه كتير، يعني بس هي في الاخر دي عيب من عيوب الديزاين. طيب برضو لو انت بقى عايز تاخد استراتيجيك ديسيجن، تبني عايز مثلا تاخد معلومه دي اوفر اول داتا ماركس او اوفر اول ذا اورجانيزيشن، هو مش افضل او مش بيسيرف افضل حاجه في الكيس دي. هو بيسيرف البيزنس كويس بس مش بيسيرف الاستراتيجيك ديسيجن. هي لو انت عايز تاخد ريبورت بيكون بيجمع اكتر من حاجه، ده مش موجود في الحته دي. طيب نخش على إلمون بقى. إلمون ده راجل دايما هتلاقيه اي شركه انتربرايز كبيره، اي شركه، شوف اي شركه، يعني انا مش عارف ليه يعني، بس خلينا نقول 99% هم ماشيين على إلمون. انتربرايز كبار دايما ماشيين على إلمون. ليه؟ إلمون بيفكر بشكل استراتيجي جدا، حتى في فيسبوك فيجناري. راجل هو بيبص على الانتربرايز بشكل عام، يقعد يخطط لهم بشكل كتير، بياخد وقت كتير في التخطيط، بس بيبني موديل بيكون كلين وسهل. ماشي؟ طيب هنشوف بقى نتكلم عن إلمون، اللي انا هقول ايه مميزاته وايه هو عيوبه برضه. طيب إلمون هنا بيقول لك ايه؟ هو عنده وجهه نظر واضحه. احنا لازم يكون عندنا one version of truth، يعني انا عندي فاكت بيتكلم على السيلز، فانا عندي الفاكت ده بيتكلم على السيلز من معلومه واحده، هو في فاكت واحد بيتكلم على الحته دي. مستحيل تلاقي دوبليكيت داتا، مستحيل تلاقي ان الداتا مش يعني داتا مره بتاعت حته مختلفه عن حته ثانيه، لا هو ثابت في الحته دي. تمام؟ طيب فهو إلمون بيبني داتا انتربرايز داتا ستورج او داتا وير هاوس، بيبقى فيها كل الفاكس والدايمنشنز، وبعد كده كل الداتا مارس بتتبني بيست على اللاير دي. هنشوفها في البارادايم كمان شويه. وفاكرين لما اتكلمنا على إلمون كيمبل لما قال ان الداتا وير هاوس هي مش حاجه اكتر من هي شويه داتا ماركس، وان هي يونيون بتاعت الداتا ماركس دي. طيب بيل إلمون ده رد عليه رد جميل جدا بعد الكلام ده. قال ايه؟ لك يو كان كاتش اول مينرز ان ذا اوشن اند ستاك ذيم توجذر اند ذي ستيل دونت ميك ا هول. يعني انت ممكن تجيب شويه سمك صغير كده، تلم كل السمك في المحيط، بس في الاخر مش تعمل قرش كبير، او قرش اعرفش اسمه، حوت كبير. فهو دي فكرته. هو بيقول لك انك انت عندك داتا ماركس كتيره، بس انت مهما كونت انت في الاخر ما قدرتش تجمع الفكره الكبيره للداتا هاوس. يعني في كومنت عندي الحته دي بس هقوله في الاخر عشان بس ايه نوضح الفكره الاول. طيب احنا الجزء ده ثابت ما غيرناهوش من الرسمه اللي فاتت، اما ايه اللي اتغير؟ بقى عندنا هنا حاجه اسمها داتا هاوس، ده كده السنترال اللي فيه كل الفاكتس والدايمنشن بتاعتي الاساسيه. بقى عندي هنا اوفر داتا هاوس، دي في عندها داتا مارك سبيسيفيك بزنس، بس هم بياخدوا كلهم من هنا بيقروا من هنا، ما هم الا شويه اجريجيت او شويه يعني اوجمنتيشن للداتا اللي هنا. وفي احيانا انا عملت خط كده داشت كده ان ممكن نعمل ريبورتنج دايركت من هنا، بس ده يعني ممكن يبقى فيه من هنا وممكن يبقى فيه من هنا، انا شفت الاثنين. تمام؟ فالاختلاف الاساسي بينهم ايه؟ ان إلمون بيقول لك لا، كل حاجه نبنيها هنا الاول، نخططها هنا الاول، وبعد كده الداتا ماركس تقرا من هنا. اوكي؟ طيب إلمون زي ما قلنا قبل كده، الناس بتقول لك ان إلمون ده هو بارادايم، هو استراتيجيك، يعني هو دايما بيفكر استراتيجيك وفيجنري، بيفكر في انتربرايز بشكل عام، بيفكر في ريبورتنج اوفر ذا انتربرايز، مش بيفكر على بزنس معين ولا ديبارتمنت معين. ماشي؟ ما عندوش ريدندنت، انت في الاخر الداتا كلها موجوده في حته واحده، واللي بيخطط بينسق بين كل سنترلايز داتا سورسز، فالدنيا كلها واضحه. ماشي؟ وبرضه الدنيا اسهل في المينتننس. لو عايز اعدل في فاكت، هو عندي فاكت صوره واحده من الفاكت ده، لكن لو في الوضع الثاني بتاع كيمبل، انا لا محتاج اعدل في اكتر من حته، ممكن الداتا تكون دوبليكيت، ودي مشكله. فبيقول لك انت ويل انتجريتد، مستحيل تلاقي دوبليكيشن وتلاقي حاجه مش انتجريتد. تمام؟ طيب برضه من ضمن الحاجات المهمه ان إلمون بارادايم ده هو يعني امبورتنت قوي، هو سيجنيفيكانت ايج، بيبقى عنده امباكت كبير جدا 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 في الانتربرايز اندستري، وبالذات بقى كمان لو هي نون اندستري. يعني ايه؟ يعني ليه بالذات نون اندستري؟ اولا انت لو عندك انتربرايز كمباني،
فانت عايز تبني لها داتا وير هاوس، فانت دايما بتفكر ان اجيب لها موديل جاهز. لو هو ليه موديل جاهز زي انمون مثلا، ليه موديل جاهز للكلام ده، هو فاخده امبلمنت. طيب فامون في الحته دي هو ناس بتعمل كده، تشتري موديل جاهز امبلمنت. طب هو لو مش نون والناس راحت لانمون انتربرايز اللي مش نون، اللي هي لو حاجه فكره جديده في البيزنس وهي انتربرايز بس هي مش مشهوره قوي، يعني بتبقى موجوده ايمون برضه بس غالبا الناس بتروحش ايمون في حته، بتروح للنون انتربرايز او نون ايديا. فمثلا احنا لو عندنا هنا تيليكوم كمباني او انشورنس او بانكينج، هيعمل ايه؟ راجل هيروح بسيطه جدا، عايز ابني داتا وير هاوس موديل، اروح اشتري داتا مثلا ولا اوريكل، اجيب مثلا سي ال دي موديل مثلا وامبلمنته عندي في الداتا وير هاوس. طب انا ايه الميزه في الكلام ده؟ موديل جاهز وهو والماتيريال موديل، راح اجيبه امبلمنته على طول. هو هياخد وقت معايا بس مش هيبقى عندي مشاكل في انتجريشن بعدين، ولا عايز اعمل مايجريشن ولا مشاكل بتاعت كيمبل. في الاخر الشركات دي تقول لك مش مهم عندي الوقت قوي، يعني عادي انا ممكن استنى سنه سنتين ايا كان نبني موديل كويس وفي الاخر اطلع ريزلت، بس في الاخر الداتا لازم تكون انتجريشن عندي، والداتا ما بين الديبارتمنت دي اهم حاجه. طب ايه المشاكل بقى؟ يعني لو هو كله جميل كده ايه مشاكل؟ اول حاجه الكوست بتاعته انيشال كبيره، انت بتجيب موديل وبتبني في فتره طويله تبني، والكوست دي بتتكلم حاجه كتير، بتتكلم على الناس يكون عندك داتا موديل اقويه وتيم فعلا اكسبرت في الحته دي، كوست بتاعت الموديلنج والبنى في الاول، كل الكلام ده بيبقى مكلف. تمام، بياخد وقت طويل، تايم كونسيومينج. هاي سكيل داتا موديلنج زي ما قلنا، ما هاي سكيل داتا موديلنج دي برضه مش معناها السكيلز بس، ممكن معاك سكيلز بس مشكله في الكوست. ما هو الداتا موديل لو انت عشان انت عندك في الماركت كام واحد هم داتا موديل بالليفل ده وبالكواليتي دي، واجيهم بياخدوا كام؟ فدي حته مهمه جدا. طبعا لو استرخصت يعني واحد في شركه بقى بتفكر بقى التفكير الاولابي بقى، انا هجيب داتا موديل رخيص كده وخلاص امبلمنت انمون، هيطلع حاجه مأساوية يعني. تمام، بتاخد افورت في الاي تي ال اكتر من مش في المينتنس، في البنى من كيمبل، لان هو بيقعد يبني داتا هاوس مع كيبني الداتا ماس وبي عنده في التمويل، وحتى الداتا هاوس نفسها بيبقى في تعقيد شويه في البنى بتاع الاي تي ال بتاعها، بس المينتنس اسهل جدا ونظيف وكلين، حاجه رائعه يعني. طيب تعال نحط كومباريزون مع بعض، انمون فيرسس كيمبل او كيمبل فيرسس انمون. طيب زي ما قلنا ده انتجريشن، كيمبل بيفوكس على الانديفيديوال بيزنس، هو مش مهتم قوي بالوايد فيجن بتاع الانتربرايز. طيب انمون لا، بيبص على كل الانتربرايز فيجن. طيب داتا اورينتيشن هنا بزنس بروسيس او بزنس اريا، هنا سبجكت، بيبص على السبجكت بتاع السيلز مش بيبص على الحته دي في السيلز. الابروتش طبعا كيمبل بيروح من بوتوم اب، اما انمون بيبص من اب توب داون. تمام، طب ايه الفرق بين الكلام ده؟ هو ببساطه ان انا كان عندي انمون بيبص ازاي، او تعالى بكيمبل، كيمبل بيبص ازاي؟ بيقول لك انا هبني داتا ماس للبيزنس ده للسيلز وللمش عارف للماركتنج وهكذا، في الاخر ممكن نعمل يونيون في داتا هاوس، هو من تحت لفوق. انمون لا، انمون بيبص بشكل فوق كده، احنا عايزين نعمل ايه، وبعد كده ينزل بقى يقسمهم للداتا هاوس، وبعد كده يقسمهم لسمول اريا للداتا ماس. اوكي، طيب البيلدينج، بيلدنج تايم مهم جدا وفاكت مهم جدا. ان انا في كيمبل انا بسيط جدا، بروح اجيب الموديل واروح تك احبنيه على طول وابدا اسيرف البيزنس بسرعه، ما بياخدش وقت طويل، انا محتاج لوت اوف تايم وقفل طويل عشان تاخد اوتبوت من ده. الكوست بتاعت كيمبل هي يعني هي ما في يعني ممكن الفرق مش ضخمه جدا، بس انت كيمبل بتدفع جزء قليل وتاخد ايتريتيف ستيبس وتاخد شويه اوتبوت، لكن امو انت بتنفست كتير جدا في الاول، محتاج انفستمنت كبير في الاول، بس بعدين لما تعوز تعدل او الديفلوب بعدين بيبقى قليل. تمام، طيب المينتنس بقى، المينتنس صعب جدا، مش يعني فعلا ممكن اقول فيري ديفيكولت، مش ديفيكولت، لما بنكمل لما الشركه تكبر بقى عندك فعلا داتا كتير بتعوز تعدل بقى، التعديل بيبقى متعب، لكن هنا ايزي جدا وسهل وبيرفليكت. هنا مش دايما على فكره دي نورمالايز، النورمالايزيشن هنا مش دايما دي نورمالايز، بس هي في الغالب بيبقى دي نورمالايز، اما انمون بيبقى في الغالب نورمالايز. الموديل كومبليكيتد ولا لا، او يعني الكومبليكيشن بتاعه، انت ممكن تجيب اي تيم يبني كيمبل، بس محتاج تيم سبيشالست عشان يبنوا انمون. الاورجانيزيشن سايز طبعا دي وجهه نظري، في ناس تقول لك لا عادي ممكن انمون يشتغل في الانتربرايز او الميد ليفل وهكذا، ناس تقول لك ممكن اشغل كيمبل في الانتربرايز، سنقول الوايت كيس يعني او النورمال كيس، بيقول لك ان كيمبل في الغالب بيستخدم في الستارت اب والميد ليفل، لكن انمون محتاج انتربرايز. طيب
انا اقول بقى الحاجه اللي انا كنت عايز اقولها قبل ما اتكلم على ريفرنسز. إيه ليه انا كمصطفى بفضل إيه كيمبل في شغلي؟ انا اشتغلت في انمون كتير في معظم شركات انتربرايز، واشتغلت مع كيمبل في بعض الكاستمرز برضه في الشركات اللي اشتغلت معاها، وفي انتربرايز وفي ستارت ابس برضه او ميد ليفل. إيه انا ليه بحب كيمبل؟ لان هو بيبقى سهل ان انا اوصل فكره بسرعه للبيزنس، مش محتاج وقت طويل، وبفوكس على البيزنس، بيزنس ساتسفايد. انمون مشكلته انه محتاج انك انت تقعد وقت طويل جدا تبني موديل وتخطط للانتربرايز بشكل عام، ومحتاج تبص في اكتر من ناحيه، وكمان محتاج موديلنج تيم يكون اقوي جدا يفكروا في كل النواحي. ولو انت بتبني، انا كمان بكلمك على حاجه ويل نون، طب لو حاجه مش ويل نون، بيزنس لسه جديد، موضوع اصعب. طيب لو حاجه ويل نون، لا هاخده مثلا، هجيب مثلا بتاع اشهر موديل اللي بحبه اللي هو السيل دي موديل بتاع تيرا داتا، واجيبه اعمله امبلمنتيشن مثلا في تيليكوم، الدنيا حلوه جدا. بس هقعد قد ايه امبلمنت الكلام ده؟ في شركات قعدت 4 و5 سنين تبني موديل بتاعها عشان توصل لتمبلمنت ام موديل، لكن كيمبل مش هياخد الوقت ده، مستحيل ياخد الوقت ده، ودي حته فارقه شويه. بس انا زي ما قلت لك يعني رايي ده، الحلقه دي مش حلقه يعني مش حاجه نظريه بشكل علمي، يعني مش حاجه ابروف بشكل علمي، حلقه بيغلب عليها الجانب وجهات النظر. وممكن تلاقي ناس تانية تتكلم تقنعك ان ايمون افضل، ولو بنتكلم عن داتا انتجريتي افضل، والداتا اهم حاجه تكون انتجريتد والديزاين والكلام ده. بس هي يعني حسب الكيس وحسب اليوز كيس. طيب في الاخر انا ما لقيتش مرجع يعني حاجه علميه بيبر مثلا بتتكلم على الفروقات بينهم، فانا قعدت ابص على الارتكلز. هو الكتاب ده كتاب جميل جدا، انا معايا الكتاب ده بقرا فيه لغايه دلوقتي بذاكر منه. هحط لكم اللينك بتاعه في الفيديو. ودي مقالات انا قراتها ساعدتني ان احضر الحلقه دي. احنا كده خلصنا الجزء بتاع الامون والكيمبل. ممكن بعدين نبقى نعمل يوز كيس ديزاين امبلمنتيشن مثلا، نشرح ممكن ازاي نفكر فيها بيزد مثلا على كيمبل از ان اكزامبل. اشوفكم بخير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.